بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أرحب بكم أخواني وأخواتي في هذا اللقاء الذي أتدارس إياكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم. وقد توقفنا في درس الأمس عند ذكر غزوة أحد، وكيف أن المسلمين قد انتصروا في بداية الغزوة، ثم بعد ذلك وقعت عليهم الهزيمة بتقدير من الله سبحانه وتعالى، وثم بعصيان الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك دروس عظيمة. بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية والمسلمون في جراحاتهم من هذه الهزيمة، أمر أو جاءت الأخبار أن كفار قريش قد ندموا أن لم يتجهوا مباشرة بعد أن انتصروا في نهاية الغزوة، أن لم يتجهوا مباشرة إلى المدينة، حيث أن الطريق كانت مفتوحة ولا أحد يحول بينهم وبين المدينة، ولكن الله تبارك وتعالى الذي يحول بين المرء وقلبه قد حال بينهم وبين هذا التفكير، فلذلك انصرفوا. فعندما وصلوا أو ابتعدوا قليلا عن المدينة ندموا على هذا الأمر، كيف أنهم لم يستغلوا هذه الفرصة وجيش المسلمين قد انهزم وقد تحصن بأحد والطريق كما قلت مفتوح، فأرادوا أن يعيدوا الكرة. فجاءت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون أن يعيدوا الكرة، فجاءه جبريل وأخبره بل أمره بأمر الله تبارك وتعالى أن يخرج للقاء المشركين مرة ثانية في نفس اليوم، أن يخرج وأن لا يخرج إلا من خرج معه في أحد. وفعلا استجاب المؤمنون رضي الله تعالى عنهم وخرجوا مرة أخرى على إثر المشركين ليواجهوهم حتى يصدوهم عن المدينة. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكان على كفره، لكنه كان من الناصحين للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أن يتقدمهم إلى جيش قريش وأن يبين لهم أن المسلمين قد خرجوا بعدتهم وعتادهم ويريدون أن يفتكوا بكم، نوع من الحرب الدعائية لتنهزم نفوس المشركين. وفعلا ذهب معبد الخزاعي إلى أبي سفيان وأيضا أخبره بذلك، بأن المسلمين قد أتوكم بجند وبعتاد ليخذلهم. خاف أبو سفيان ومن معه، فأرادوا أن يرحلوا وأن يستمروا في سيرهم إلى مكة، وأيضا قابل ذلك أبو سفيان بأنه أرسل بعض الرجال من يبث مثل هذه الحرب الدعائية لدى المسلمين، بأن المشركين قد جمعوا لكم وقد أتوكم بجند لا قبل لكم بها، حتى قال الله عز وجل في وصفهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا من نعمة وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، إلى آخر الآيات. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد، وهذه تعرف بغزوة حمراء الأسد، قريب منطقة قريبة من المدينة، ثم انصرف المسلمون، انصرف المشركون كما ذكرنا، مكث قليلا يعني بضعة من الأيام أو الوقت، ثم عاد بأدراجه كما قال الله تبارك وتعالى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إذن هذه يعني على سبيل الإيجاز ما وقع في غزوة حمراء الأسد، لم يقع قتال وإنما وقع ما سمعتم، وذلك بفضل الله تبارك وتعالى. عندما عاد المسلمون واستقرت الأمور في المدينة بعد غزوة أحد وبعد تلك الآلام والجراحات، أصيب المسلمون بحادثتين عظيمتين حزينتين تألم لهما النبي صلى الله عليه وسلم ألما عظيما بعد غزوة أحد. الحادثة الأولى ما تعرف بحادث الرجيع، والرجيع هو مكان وقعت فيه هذه الحادثة. ما قصة هذه الحادثة؟
جاء رجال من قبيلتي قارة وعضل، عضل وقارة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أظهروا له أن فيهم إسلاما، ويريدون منه صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى قومهم ليعلموهم الدين والإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أيها الإخوة كان حريصا على دعوة الناس، لذلك كان لا يتأخر بل كان يبادر إلى إرسال الرسل وإلى إرسال الدعاة ليبلغوا دين الله تبارك وتعالى. فأرسل معهم 10 من خيرة أصحابه ومن خيرة قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأمر عليهم الصحابي الجليل عاصم بن ثابت. فلما كانوا بالرجيع مكان غدر هؤلاء عضل وقارة، غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستصرخوا عليهم بني لحيان من هذيل، أي استفزعوا بعض القبائل القريبة ليساعدوهم في غدرهم بالصحابة رضي الله عنهم، وقلنا كانوا 10 فقط رضي الله عنهم وأرضاهم. فلحقهم قريب من 100 رام، 100 شخص يرمي بالنبل، لحقوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأحاطوا بهم، فرق الصحابة وصعدوا على مكان مرتفع كجبل أو نحوه، تحصنوا في هذا المكان وأخذوا يعني يقاتلونهم بالرمي بالنبال من بعيد، ولكنهم تحصنوا في هذا الجبل. فما كان من عضل وقارة إلا أن أعطوا الأمان، قالوا للصحابة نعطيكم الأمان انزلوا. فأبى عاصم ابن ثابت وهو قائد الصحابة 10 أبى النزول، خاف من الغدر، وقاتل مع أصحابه فقتل منهم 7 وبقي 3 وهم على رأس الجبل. ثم كرر الكفار سؤالهم وقالوا نعطيكم الأمان انزلوا ألا نقاتلكم. نزل الثلاثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بمجرد أن نزلوا قفز عليهم الكفار وأخذوا أوثقوهم بالحبال، غدروا بهم. فقال أحد الثلاثة هذا أول الغدر، فأبى أن يوثقوه وأخذ يقاتلهم حتى قتلوه، وأخذوا الاثنين وقد قيدوهم بالحبال أخذوهم إلى مكة، وهما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهما. أخذوهم هؤلاء عضل وقار، أخذوهم إلى مكة وهم يعلمون، طبعا سبب أخذهم إلى مكة لأنهم يعلمون أن أهل مكة يريدون أن يفوزوا أو أن يظفروا بأي رجل من المسلمين لينزلوا به انتقامهم وانتصارهم، أو انتقامهم لانتصار المسلمين في بدر. ففعلا ذهبوا هؤلاء بهذين الصحابيين خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهما، وبيعا لكفار قريش. كان خبيب بن عدي قد قتل الحارث بن عامر بن نوفل، قتله في بدر، فاشترته بنته، بنت الحارث اشترت خبيب لتقتله بأبيها، ثم سحبوه إلى التنعيم، والتنعيم خارج الحرم لأنهم ما أرادوا أن يفعلوا هذه الجريمة في الحرم، إنهم أيضا كانوا يعظمون الحرم، فأخذوه إلى التنعيم خارج الحرم إلى الحل، ثم أوثقوه ليقتلوه، وقبل ذلك طلب منهم أن يسمحوا له أن يصلي ركعتين، فسمحوا له أن يصلي ركعتين، حتى قال أهل العلم هو أول من سن صلاة ركعتين قبل القتل، خبيب ابن عدي رضي الله عنه، فصلى ركعتين. ثم قال له أبو سفيان أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وإنك لفي أهلك، يحاول أن يفتن في دينه. فقال خبيب رضي الله عنه أرضاه قال والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه
الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، شوكة لا أقبل وأنا في أهلي مرتاح، فكيف أقبل بأن يأتي مكاني الآن لتضرب عنقه؟ هذا مستحيل أن أقبله، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتمثل بهذه الأبيات المشهورة التي أصبحت يعني طار بها الناس كل مطار: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. هذه أبيات مشهورة قالها رضي الله عنه وأرضاه، يعني معنى كلام هذا يعني لا أبالي، أقتل على بطني، أقتل على ظهري، أقتل شنقا، أقتل رميا، أقتل خنقا، لا أبالي، متى كان قتلي في سبيل الله تبارك وتعالى، إنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. قتلوه رضي الله عنه وأرضاه، قتله عقبة بن الحارث بدم عامر أبيه، كما قلنا لأنه هو الذي اشتراه أو اشترته أخته فقتله بدم أبيه. وكذلك زيد ابن الدثنة أيضا قتل أمية ابن محرث يوم بدر، أمية والد صفوان ابن أمية، فاشتراه صفوان ابن أمية وقتله بأبيه، رضي الله عن زيد ورضي الله عن خبيب، وهما إلى جنات النعيم بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا بعثت قريش، لم تكتفي بقتل هذين الرجلين المؤمنين المغدورين، أرسلت من جنودهم من يأتيهم بجثة عاصم ابن ثابت الذي كان قائدا لهؤلاء العشرة، قالوا اذهبوا إلى الرجيع وأتونا بجثته، ولعلهم يريدون أن يمثلوا بها كما مثلوا بجثث المسلمين بعد قتل شهداء أحد. أتوا إلى عاصم رضي الله عنه وأرضاه، كلما اقتربوا منه وإذا بالزنابير كالنحل كبير قد أحاطت بجثته، فما استطاع الكفار أن يمسوها فتركوها، وذلك لأن عاصم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد عاهد الله أن لا يمس جسد مشرك ولا يمسه مشرك، فوفى بهذا العهد فصدق الله، فصدقه الله تبارك وتعالى، وما استطاع المشركون أن يأخذوا جثته ليمثلوا بها، فحفظه الله تبارك وتعالى ميتا كما حفظه حيا. إذن هذه الحادثة الأولى، إلى الآن ما أتت أخبار النبي، يعني أخبار هذه الحادثة حادثة الرجيع ما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت حادثة أخرى في نفس الوقت وشبيهة جدا بقصة الرجيع، وهي ما تعرف بقصة بئر معونة أو حادثة بئر معونة. أيضا جاء أبو البراء عامر ابن مالك الذي كان يلقب بملاعب الأسنة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. ما أسلم أبو البراء عامر، لكنه أيضا لم يبعد، يعني كان مترددا، فطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامه، خصوصا أنه يعني سيد من سادات قومه، فطمع في إسلامه. فقال له أبو البراء، قال: لماذا لا ترسل معنا مجموعة من الصحابة من قرائهم ومن علمائهم ومن دعاتهم إلى قومنا في بلاد نجد ليبينوا لنا الإسلام ويقرأوا علينا القرآن، عل أن يهدي الله تبارك وتعالى وعلنا أن نقبل الدخول في هذا الدين، ولا تخف على أصحابك فإني جار لهم، جار لهم، أنا أحميهم وهم في جواري. كما قلنا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس، فبادر صلى الله عليه وسلم وأرسل في هذه المرة 70 من قراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أرسلهم مع عامر ابن مالك أبي البراء. في طريقهم نزلوا في مكان فيه بئر يقال له بئر معونة، بئر معونة، نزلوا ليرتاحوا. ثم ذهب أحد الصحابة 70 القراء، وهو حرام ابن ملحان رضي الله عنه، ذهب بكتابه إلى عامر ابن الطفيل زعيم لأحد القبائل القريبة من بئر معونة،
فما كان من هذا الخبيث عامر بن طفيل أنه لم ينظر في الكتاب، ما نظر فيه أصلا ولا قرأه، إنما أمر مباشرة رجلا من أتباعه أن يطعن حرام ابن ملحان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقتله. ثم بعد ذلك عندما طعن حرام رضي الله عنه ابن ملحان بخنجر أو برمح هذا الرجل بأمر عامر ابن الطفيل صاح حرام وقال الله أكبر فزت ورب الكعبة، أي بما رأى من مقعده في جنات النعيم نحسبه كذلك والله حسيبه. ثم قام هذا عدو الله عامر ابن الطفيل واستنفر قومه واستنفر بعض الأحياء الأخرى، ولكنهم لم يجيبوه، جزء منهم لم يجيبوه للغدر بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بئر معونة بالقراء، لأنهم حفظوا جوار أبي البراء عامر بن مالك ملاعب الأسنة، حفظوا جواره لم يغدروا، ولكنه استطاع أن يجلب معه ما استطاع من الرجال، ثم أتوا على القراء رضي الله عنه في بئر معونة فقتلوهم وغدروا بهم. ولم ينجوا من القراء السبعين إلا رجلان رضي الله تعالى عنهما، كعب بن زيد، وكعب جرح لأن أصبحت مقتلة، يعني هؤلاء الذين يعني لم يستعدوا للقتال يفاجؤون بهجوم هذه العصابة عليهم فأصبحت مقتلة، فأصيب بالجراحات رضي الله عنه كعب بن زيد فسقط على الأرض واندس بين الجثث التي قتلت من السبعين، فظن المشركون أنه قد مات. ثم عندما انصرف المشركون وأمن قام ولملم جراحاته وانطلق عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل بعد ذلك كما سنذكر في غزوة الخندق فيما بعد في السنة الخامسة من الهجرة. إذن هذا الناجي الأول كعب بن زيد من بئر معونة. الثاني وهو عمرو بن أمية الضمري، أيضا نجا من هذه المقتلة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بقية القراء 68 صحابيا قارئا وداعية إلى الله تبارك وتعالى قد فتك بهم وقتلوا وغدر بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم شهداء سعداء في جنات النعيم، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. عمرو بن أمية الضمري قلنا الناجي الثاني، الناجي الأول كعب بن زيد ذهب، الناجي الثاني قبض عليه، أيضا قبض عليه عامر بن الطفيل فأخذه، فعندما قيل له إنه من مضري فقام عامر بن الطفيل وجز ناصيته، الناصية يعني نسمي باللغة العامية القذلة مقدمة الرأس، جز ناصيته ثم اعتقه، قال وذلك لأن كانت على أمه، على أم عامر بن الطفيل هذا الخبيث، كانت على أمه رقبة يعني ربما فعلت أمرا يوجب الكفارة عتق رقبة، فقال هذه رقبتك يا عامر، يا عمرو بن أمية الضمري أعتقها من أجل أمي. ثم انطلق رضي الله عنه عمرو بن أمية الضمري أحد الناجين، انطلق إلى المدينة. قبيل وصوله إلى المدينة وجد رجلين، ظن عمرو بن أمية أن هذين الرجلين من الأعداء فاستخفى وقتلهما، ثم عاد إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة هذين الرجلين، وقصة هذين الرجلين سيكون لهما الآن أثر كبير سنذكره، فأذكره لا تنسوا قصة الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري في طريق عودته. عاد إلى المدينة، وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت أخبار حادثة الرجيع، قتل 10 وغدر بهم، ووصلت أخبار مأساة بئر معونة وغدر 70 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولم ينجو منهم إلا رجلا، فأصيب صلى الله عليه وسلم بالهم والغم والحزن، أمر مؤلم أن يغدر بهم بهذه الطريقة الدنيئة الخسيسة التي لا تمت للرجولة بصلة أبدا. ولذلك
دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القبائل، على عضل وقارة الذين غدروا بأصحاب الرجيع، وعلى رعل وذكوان وعصية قبائل أخرى التي غدرت بأصحاب بئر معونة، دعا عليهم صلى الله عليه وسلم في القنوت شهرا كاملا، وهو يرفع يديه: اللهم عليك بعصية، اللهم عليك بقارة، اللهم عليك برعل، الله يدعو عليهم من الحرقة التي في قلبه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين قتلوا غدرا بهذه الطريقة. بعد ذلك، إذن هذه الواقعتان المؤلمتان، واقعة الرجيع وواقعة بئر معونة، ووقعتا في شهر واحد، في شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة. ذكرنا قبل قليل أن عمرو بن أمية الضمري عندما قتل هذين الرجلين وهو يعتقد أنهما من الأعداء، من القبائل التي غدرت بهم به وبأصحابه، تبين أن هذين الرجلين هم ليسوا من الأعداء، وهم ممن عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع ديتهما، والدية 100 من الإبل. وذكرنا إخواني كنتم تذكرون عندما قلنا في درس الأعمال التي قام بها صلى الله عليه وسلم عندما قدم للمدينة، قلنا أجر المعاهدات والمواثيق بينه وبين اليهود أنهم يشتركون مع المسلمين في صد أي عدوان خارجي، وكذلك يعينون المسلمين في دية المقتولين. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير. الآن الذي بقي في المدينة طائفتان من اليهود، يهود بين قينقاع، قد أجلاهم كما مر معنا في غزوة بين قينقاع. الآن بقي يهود بني النضير ويهود بني قريظة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير وطلب منهم أن يشاركوا معهم ومع المسلمين في دفع دية هذين الرجلين بموجب الاتفاقية. فقال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نفعل يا أبا القاسم، انتظرنا حتى نأتيك بالدية نشاركك. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائط، هو ومجموعة من أصحابه ينتظرون الدية. ولكن اليهود كما قيل عن عيسى عليه الصلاة والسلام في الإنجيل: أفاعي وأولاد حيات، لا يحفظون ذمة ولا عهدا أبدا. فقال بعضهم لبعض: لن تجدوا فرصة أفضل من هذه الفرصة، فمن منكم يذهب ويأتي بهذه الرحى، رحى حجر عظيم كبير، ويرقى الجدار الذي يجلس أسفله محمد صلى الله عليه وسلم فيلقيه اغتيال يعني. فانبعث أشقاهم، وهو عمرو بن جحاش، انبعث وقال: أنا لها. فأخذ هذا الحجر وهم بالصعود، فجاء الوحي من السماء، جبريل عليه السلام، وأخبره الخبر أن اليهود نوت تفعل كذا وكذا، وهم الآن يستعدون، يستعد هذا الخبيث لاغتيالك يا محمد، فقم. فقام صلى الله عليه وسلم فجأة، قام من وسط أصحابه وانطلق إلى المدينة وترك أصحابه ولم يخبرهم. ثم صلى الله عليه وسلم أخبر، تبعه أصحابه عندما استبطأوه، تبعه أصحابه المدينة، فقالوا: ما لك رسول الله تأخرت؟ فأخبرهم بالمؤامرة التي قامت بها اليهود، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه خيانة منهم، وبعث محمد ابن مسلمة مع ثلة من أصحابه ليحاسبوا اليهود. وفعلا أتى محمد بن مسلم رضي الله عنه وأرضاه في سرية من الجند من المسلمين إلى ديار بني قريظة، أو إلى حي بني قريظة في المدينة، أو بني النضير العفو، ثم أمرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة، طرده، يلا بره، لا تساكنون في المدينة، نخرجكم لأنكم خنتم العهد والميثاق كما أخرجنا إخوانكم بني قينقاع. ثم قال لهم:
وأعطيكم عشرة، أمهلكم عشرة أيام فقط لتردوا علينا بالجواب، إما الجلاء وإما القتال. بعد تفكير، واليهود جبناء كما قص الله عز وجل علينا في كتابه الكريم، اتفقوا أن يخرجوا، أن ينزلوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه، وأن يخرجوا وأن يحقنوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم. هموا بذلك، ولكن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول أرسل إليهم وأخذ يثبتهم وقال: اثبتوا ولا تخرجوا، وأنا معي 2000 من المقاتلين سننصركم، ومن وراء بنو قريظة، ومن وراء أحياء من العرب، وسماهم لهم. فأخذ يمنيهم ويعدهم بالنصر والثبات. لا شك أنهم قد اغتروا بمثل هذا الكلام، وهم لا يودون الخروج أصلا، وقد وجدوا هذه النصرة، فردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردا قبيحا وقالوا: لن نخرج، فاصنع ما بدا لك. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر أصحابه وجهز الجيش ليخرج إلى حي بني النضير في المدينة، وأمر وخلف بعده على المدينة الصحابي الجليل ابن أم مكتوم الأعمى صاحب الأذان، قال: أنت خليفتي على الناس في المدينة. ثم خرج إلى حي بني النضير وسار إليهم وأعطى اللواء لواء الجيش لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم جاء إلى ديارهم وضرب الحصار عليهم صلى الله عليه وسلم. التجأوا إلى حصونهم، واليهود دائما مدنهم تكون محصنة دائما، يعني الآن نجد كيف تحصنوا عندما تكلمنا عن بني قيني من أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم تحصنوا. أيضا عندما سنذكر غزوة بني قريظة أو غدرهم بعد غزوة الأحزاب تحصنوا، عندما أراد أن يفتح خيبر كانت حصون لليهود يتحصنون فيها، والحصن معروف، يتحصن أهل البلد، سور يدخلون داخله، بوابة الرئيسية اللي نسميها احنا بالدروازة تغلق ما تفتح خلص، فيأتي الجيش ويضرب عليه الحصار، وتكون القضية كما يقولون يعني لعبة عض الأصابع، كل واحد صبع الثاني، القضية من الذي يعني يستسلم أولا، إما المحاصر تنفذ المؤونة ولا يصبر على الحصار فيفك الحصار وينصرف وتنتصر المدينة بحصارها، أو أن لا تكون المدينة يعني قد جهزت لهذا الحصار من المؤونة، لأن ما في حد يخرج خلاص، تغلق الأبواب، ممكن شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر يصل في بعض الحوادث، هذا هو الحصار. فضرب عليها حصارا فمكثوا، ثم خذلهم عبد الله بن أبي بن سلول، وخذلتهم بنو قريظة، وخذلهم الأحياء من العرب الذين وعدوهم النصر، فوجد بنو النضير أنهم لوحدهم كما بين الله تبارك وتعالى في حالهم. قال: لئن أخرجتم، عندما قال لهم ابن سلول ومن معه: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولنطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم، إلى آخر الآيات. وبين الله سبحانه وتعالى أن كل ما ذكروه كذب وبهتان، وما هو إلا ادعاء فارغ لا أساس له، وفعلا على أرض الواقع لم ينصرهم أحد. ولذلك أرادوا بعد 6 ليال أن يستسلموا، وقد كانوا في أيام الحصار وفي حصونهم أشجار ونخيل، فيستخدمون هذه الأشجار والنخيل ليرقى عليها الرماة فيرمون الجيش المسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا هذا القتال بقتال وهذا الرمي بالرمي، بل أمر بتحريق أشجارهم ونخيلهم، فأدى ذلك إلى الرعب، اندب الرعب في قلوبهم والخوف والخور، وضعفت بل انهارت معنوياتهم، خصوصا بعد تخلي حلفائهم من المنافقين واليهود والمشركين. عندها بعد 6 ليال أعلنوا الاستسلام وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ننزل على حكمك.
فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا وأن يحملوا معهم ما يشاءون من الأمتعة والأموال إلا السلاح ليأمن غدرهم. قال سلاح ما فيه، تخرجون بأموالكم بما استطعتم أن تحملوه من أموالكم، طبعا لن يستطيعوا أن يحملوا كل شيء لكن سيحملون قدر استطاعتهم على دوابهم، وأمتعتكم من أثاث البيوت وغير ذلك، لكن لا تخرجون بأسلحتكم. فكان هذا هو الشرط بينهم، فعلا خرجوا. لكنهم قبل أن يخرجوا هؤلاء الأخباث أولاد الحيات وأبناء الأفاعي، قبل أن يخرجوا قاموا بتخريب ديارهم وتخريب حصونهم، فقلعوا الأبواب، قلعوا الأشجار والنخيل، أفسدوا الزروع، غوروا الآبار. طبعا والحكمة من هذا ظاهر العلة، لأنهم ما أرادوا أن يستفيد المسلمون منهم، والأمر كما وصفه ربي تبارك وتعالى، وأحق القول قول ربي، قال تبارك وتعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فيهم نزلت هذه الآية في وصفهم كيف أنهم خربوا بيوتهم وديارهم، أعني بني النظير. خرج أكثرهم، والأحسن أن نقول طرد أكثرهم، طردوا إلى غير رجعة إن شاء الله، طردوا من المدينة النبوية، ونزل أكثرهم في خيبر. وخيبر سيكون لها نبأ معنا ووقفة بإذن الله في غزوة خيبر. طردوا إلى خيبر، وجزء منهم ذهب إلى الشام فاستقر مع من استقر من اليهود هناك. غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنم كثيرة، خصوصا السلاح والدروع وغير، لأنه ما حملهم، ما أخذوا هذا معهم، وما بقي من أموالهم، وقسم أراضي بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة رضي الله عنهم أرضاهم، لأنهم قد تركوا أموالهم وأراضيهم في مكة، ولذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم رضي الله عنهم أرضهم، وأعطى أيضا بعض الأنصار الفقراء كأبي دجانة وسهل بن حنيف رضي الله عنهما أو عنهم أجمعين. إذن هذه غزوة بني النضير. نختم أيها الأحباب الكرام، تذكرون في درس الأمس أن أبا سفيان في الحوار الأخير الذي جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم وهم على الجبل، على جبل أحد؟ قال: موعدكم العام القادم في بدر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجيبوه، قالوا: قولوا له هو موعد لنا ولكم، جاء العام القادم. وطبعا قلنا بين أحد إلى العام القادم، أحد في السنة الثالثة من الهجرة في شوال، إلى العام القادم قلنا وقعت هذه الحوادث المؤلمة، الرجيع ومعونة ويعني إجلاء بني النضير في شهر شعبان من السنة الرابعة من الهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الموعد في بألف وخمسمائة مقاتل، خرجوا إلى بدر على الموعد ليلتقوا بأبي سفيان على ما تواعد في العام الماضي. وأعطى اللواء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لواء الجيش، واستخلف على المدينة عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا أبو سفيان خرج على الموعد، خرج بألفي مقاتل وهو يريد بدر، ولكن أبا سفيان كان خائفا، كان مترددا، ولولا الضغوط التي تمارس عليه من قبل أشراف وسادات مكة لما خرج. ولكنه هو الآن الذي أصبح سيد مكة بلا منازع، عندما ذهب صناديدها أبو جهل وأبو لهب وابن خلف وليد، ذهبوا قتلوا في بدر وأحد، فالآن أصبح سيد مكة أبو سفيان، وهذه ضغوط تمارس عليه، لابد أن يخرج. فخرج مكرها خائفا بألفين مقاتل، ثم حتى نزل قريبا من الظهران. ما الظهران؟ منطقة قريبة من مكة، ليس الظهران في الشرقية الآن، لا، ممر الظهران تسلكه بعض القبائل في طريقها إلى الحج. فعندما وصل ونزل على ماء
على بئر ماء هناك ليرتاح هو الجيش. فماذا قال أبو سفيان؟ أخذ يعني وجد عذرا ليرجع بماء وجهه، فقال لأصحابه: لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن. يعني يقول أنتم الآن مساكين ضعاف، شلون بتقاتلون؟ وهذه السنة عام جدب، المطر قليل والزرع قليل والضرع يعني اللبن قليل، فأنتم الآن في أجسام ضعيفة، فهذا غير مناسب، ليس من الحكمة، ولا أريد أن ألقيكم بالتهلكة. يعني هذا معنى الكلام بين السطور. فارجعوا حتى يأتي يوم وحتى يأتي عام آخر، يعني ينزل المطر وتربع الأرض ويمتلئ الضرع من اللبن، عندها تتقوا فتقاتلوا. وكأن هذا الخبر يعني نزل بردا وسلاما على قلوب بقية الجيش، إنهم أيضا كانوا خائفين ولا يريدون أن يلقوا مصير آبائهم وأجدادهم في أحد وبدر. لذلك رجع، قال أبو سفيان: وإني راجع فارجعوا. فرجعوا ولم يبدوا أي معارضة. هذا مؤشر أن ما كان في نفس أبي سفيان كان في نفوسهم جميعا، كانوا يهابون من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى على الميعاد هو أصحابه ولم يخافوا بفضل الله عز وجل وتوفيقه، طبعا علموا بأن كفار قريش لم يأتوا، فمكثوا أياما ببدر. وقلنا بدر هي دوحة تقع فيها آبار ومساكن وأشجار، تقع بين جبال كما وصفتها لكم في غزوة بدر. فمكثوا هناك، وبدر تكون ممرا للقوافل في تجاراتهم، فباعوا ما عندهم واشتروا وتاجروا وبارك الله في بيعهم، حتى إنهم ربحوا بالدرهم درهمين، فمن الله عليهم بهذه الغنيمة الباردة. وهابتهم العرب وأصبح لهم كما نقال يحسب لهم ألف حساب، وجميع الأنظار الآن قد اشرأبت لهذه الدولة الفتية التي بدأت تشق طريقها نحو القمة والمجد. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية سالما غانما بفضل الله عز وجل.